بسبب أزمة الباركينج في مدينة مانهاتن وسط مدينة نيويورك، هذه طريقة صف السيارات عندهم. جميل. عن سيارة الشرطة وعربة سموها العربة المجرورة بالحصان. هاي كمان أكثر واحدة. فقط ثواني عن سنترال بارك، راح تلاقوا هذا الميدان، ميدان كريستوفر كولومبوس اللي محطوط فيه عن هذا الشخص. طبعا كنا بنعرف مين كريستوفر كولومبوس اللي اكتشف أمريكا الأمريكتين، ويعتبر هو أول من وضع الخريطة، وأصلا رحالة إسباني. ولكن هذا الشخص خاصة من قبل السكان الأصليين، لأنه اعتبروه مش هو اللي اكتشف، هم اللي اكتشفوا، هم اللي عاشوا هون فترات طويلة. وحتى في تناقض كبير في القصص اللي بيحكيها، وإنه ما كانش لاقي ناس، وبعدين لقى ناس سماهم بالهنود الحمر. وهذه القصة اللي هي محزنة بالنسبة لأهل سكان الأصليين، لأنه هم مش هنود ولا حمر، يعني لونهم هم بشرتهم بنية شوية، لكن كانوا يدهنوا أنفسهم خاصة لما يروحوا على الصيد بلون أحمر، فأطلق عليهم هذا اللقب. حتى أنا تكلمت مع بعض من السكان الأصليين، قالوا لك لا إحنا مش إنديان، إحنا إنديجينس بيبول. فلتنو مانهاتن هاي سنترال بارك. طبعا هذا مدخل السنترال بارك من الجنوب. أوكي، نحن الآن في سنترال بارك. سنترال بارك أو الحديقة المركزية من أهم الأماكن اللي موجودة في مانهاتن نيويورك. بعتبروها هي المنفذ الروحي لهذه المدينة، ويعني في كتير كانت تناقضات عند بناء هالحديقة، هل نبنيها أم لا. بنعرف thank you real estate في مانهاتن بالملايين للقطعة الأرض الصغيرة، ما بالك منطقة تقريبا ربع مانهاتن، منطقة كبيرة جدا. إذا تشوفوها بالخريطة هيك راح تبين البقعة الخضراء هاي. فهذا المكان طبعا هو المتنفس لأهل مانهاتن. في حدائق صغيرة يعني هيك بدها، بس هذا أكبر مكان. فعلا أهل مانهاتن بحبوه كتير، لأنه بيجوا بيرتاحوا، بيمشوا مشي طويل، و بغيروا فيه جو، يعني هو أولادهم. في أماكن ترفيهية، بصير في حفلات، بصير في أمور كثيرة. فأتوقع أنه من ديسيجن ممتاز كان لما أخذوا أنهم يعملوا هذا البارك. أتمنى كل مدينة في العالم يصير فيها سنترال بارك. يعني الحديقة الصغيرة جميلة، ولكن الحديقة الكبيرة اللي تمشي فيها حوالي ساعتين ثلاث وانت لسه مش مخلص ربعها، تشعر انه فعلا انت في مكان يبعدك عن ضوضاء هذيك المدينة اللي غاد شايفينها والعمارات. فحتى يعني شايفين هون العمارات تلاقيها طالعة هيك تنبثق من الشجر، ولكن اكيد هي بعد هذه الحديقة. خليكم شوي مع المنظر تنبسطوا شوي. هذا المكان من اشهر الاماكن اللي موجودة في سنترال بارك، اللي هو الكاروسيل، ومعروف كتير يعني هذا اللي هو هذه اللعبة. لسه ما اشتغلوا هم. هاي سعرها حلو. عدد الأفلام اللي تم تصويرها في السنترال بارك
لا يعد ولا يحصى، وخاصة يعني الأفلام اللي كانت رومانسية في هذا المكان. وإذا بتتذكروا فيلم هوم ألون لما إجوا على حديقة صاروا يهرب منهم، هذا هو المكان I think. وفي أماكن في أفلام كثيرة طبعا. Vamos. 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 Vam